هذا وقد ودعت تونس رئيسها الباجي قايد السبسي في جنازة دولة شارك فيها عشرات الآلاف من التونسيين. وانطلق موكب الجنازة بنقل جثمان السبسي، وقد لف بعلم البلاد من مقر إقامته بدار السلام على متن شاحنة عسكرية برفقة تشكيلات عسكرية إلى مقر قصر قرطاج حيث تم تأبينه. وانطلقت مراسيم توديع جثمان الرئيس من قصر قرطاج، حيث جاب موكب جنازته معظم شوارع العاصمة التونسية قبل أن يوار الثراء في مقبرة الزلاج، وهي المقبرة الرئيسة في مدينة تونس وتقع على المدخل الجنوبي. وتزامنا مع نقل الجثمان، تجمع مئات التونسيين مرددين النشيد الوطني، وأدى عدد من عناصر قوى الأمن التحية العسكرية لدى مرور الموكب.